أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. جددت قوات البنيان المرصوص هجومها على آخر معاقل قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في حي المنشية في مدينة درعا البلد، وأعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص ضمن معركة الموت ولا المذلة أن الهجوم أسفر عن قتل عدد من قوات الأسد والميليشيات الموالية له، إضافة إلى تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد العسكري. قال ناشطون سوريون إن تنظيم داعش اعتقل عدداً من الشبان من قرية شرقي دير الزور في سوريا، وأضاف الناشطون أن أفراد التنظيم قاموا بشن حملة اعتقالات طالت 18 شاباً في قرية أبو حمام قرب مدينة البوكمال جنوب شرق دير الزور، وقاموا بغلق كل مقاهي الإنترنت في المدينة. وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد غربي مدينة الرمادي العراقية استعداداً للمشاركة من قبل القوات الأمنية العراقية في تحرير مناطق عانا وراوة والقائم التي ما تزال تحت احتلال داعش. فمع استمرار المعارك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، تستعد القوات العراقية لفتح جبهة جديدة غربي محافظة الأنبار بمساعدة مباشرة من القوات الأمريكية. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن إيران تلعب دوراً يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ولا بد من دحر نفوذها لإنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدرس زيادة الدعم للتحالف العربي لمواجهة الحوثيين، وقتل ما لا يقل عن 10,000 شخص وشرد ما يقرب من 3 ملايين شخص منذ اندلاع الأزمة اليمنية التي دخلت عامها الثالث. شنت ميليشيا الحوثي وصالة حملة واسعة من الاختطافات والاعتقالات طالت عشرات المدنيين والنشطاء والمدرسين وخطباء المساجد في صنعاء والحديدة وذمار والمحويت بحسب ما أفاد به ناشطون. وأضاف الناشطون أن الميليشيات داهمت العديد من المنازل وقامت بخطف عشرات المدنيين في تلك المحافظات، كما قامت الميليشيات بنصب كمائن على الطرقات وحجز عشرات المسافرين واعتقالهم. أصدرت المحاكم العسكرية الباكستانية حكماً بالإعدام بحق 30 متشدداً تمت إدانتهم في ارتكاب أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد، من بينهم متشددون من طالبان ارتكبوا مجزرة مدرسة بيشاور في عام 2014 التي راح ضحيتها أكثر من 150 شخص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.